ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأعمار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أولها قال عن عمره فيما أفناه، أنت استيقظت في الصباح في الساعة الفلانية، ثم نمت في المساء في الساعة الفلانية، هذا الوقت الذي قضيته، قضيته في ماذا؟ هل قضيته في حق تؤديه، أو في عمل تعمله، أو في اكتساب تكتسبه، أو في طاعة، أو في زيارة، أو في نصح، أو قضيته في غير ذلك؟ قال عن عمره فيما أفناه. إذا شعر المرء أنه سيسأل عن كل لحظة، عن كل ساعة تمر عليه، عندها سيحرص على استثمار وقته. أحيانا أرى بعض الناس في بعض المواطن، إما في طائرة ولا في غير ذلك، ومعه جهازه يلعب ببعض الألعاب، مثلا لعبة القدم والطائرة وغير ذلك من الألعاب، ويمضي عليه ربما نصف ساعة وهو على هذا الحال، فأقول في نفسي: سبحان الله، هذا سيسأل يوم القيامة عن هذه النصف ساعة، عن عمره فيما أفناه، ماذا سيقول؟ فكيف لو أنه قضاها أيضا في معصية؟ ربما سيسأل كل امرئ عن عمره. ضع هذا في رأسك وأنت تصرف وقتك في أي شيء. قال: يسأل عن عمره فيما أفناه. ثم خص طائفة من العمر هي أهم من غيرها، قال: وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب هو قوة بين ضعفين، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فتسأل عن هذا الشباب الذي هو في حال قوتك وانطلاقك في الحياة وحيويتك، كيف قضيت شبابك؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. كل هذا يتعلق بالوقت، يتعلق بالزمن، يتعلق بالساعات واللحظات التي تمر عليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وفي رواية قال: وعن جسمه فيما أبلاه. رواه البخاري.